مساء الخير عليكم مشاهدي قناة النهار رياضة في كل مكان. برحب بيكم في حلقة جديدة من A1. هكون معاكم مي حلمي في جولة على كل عالم السوشيال ميديا الخاصة بنجوم الرياضة في مصر وكل أنحاء العالم. استنى أراءكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك النهار رياضة أو على الهاشتاج الخاص بالبرنامج على تويتر A1. جولتنا النهاردة هتتابعوا معايا أجمل 30 مهارة للساحر رونالدينيو. رئيس ستوك استثنى رمضان صبحي فقط من مهزلة توتنهام. اختلطت فرحة الفوز بحزن خسارة أخيه فكونت دموع مروان الشربجي هذا المشهد المؤثر. ساعة نيمار تبهر السوشيال ميديا. وخليكم معنا علشان نعرف أول رئيس نادي مصر ينال وسام الاستحقاق الذهبي. هنبدأ جولتنا من على انستجرام والصورة اللي نزلها رافائيل نادال أسطورة التنس اللي كان فيها بيعمل بعض التمرينات والتجهيزات لمبارياته. تعالوا نشوف. هنشوف دلوقتي الصورة اللي نزلها نيمار كالعادة وعملت عدد كبير جدا من اللايكات لساعته وهي بصراحة وهم. بس الصورة لسعادتك تعمل كده على السوشيال ميديا، أمال صورتك الشخصية هتودينا فين؟ من نيمار نروح للاعب الشهير كاكا لاعب منتخب البرازيل وريال مدريد السابق اللي نزل صورة على انستجرام بيبتسم فيها لمتابعينه وجمعت الصورة عدد كبير جدا من التعليقات واللايكات. هنختم جولتنا على انستجرام بصورة نزلها الساحر على حسابه الرسمي وهو جنب لوحة مكتوب عليها اسمه، دي كانت هدية من صديقة رونالدينيو. ومن على تويتر قرر الاتحاد الافريقي انه يمنح حسن حمدي وسام الاستحقاق الذهبي، وهو وسام النادي اللي ما فيش اي رئيس نادي مصري حصل عليه قبل كده، والتكريم ده من كاف على انجازات حمدي للنادي الاهلي. ومن الدوري الانجليزي الممتاز هنشوف تصريح لبيتر كواتياس رئيس نادي ستوك سيتي اللي قال فيه انه حزين بسبب سوء اداء فريقه في المباراه اللي لعبها مع توتنهام واللي انتهت برباعيه نظيفه، وانه زعلان جدا من الاداء الفقير اللي ظهر فيه فريقه، بس استثنى رمضان صبحي من انتقاد اللاعبين. هنختم جولتنا على تويتر بصوره للعالمي سي ار 7 طبعا رونالدو، اللي كانت التويته عباره عن صور لي في الجيم. بس الطبيعي ان اي حاجه بينزلها كريستيانو تنتشر بشكل غريب على السوشيال ميديا، عشان كده معدلات الريتويتات كانت بالالافات. عقبالنا. هنبدا فيديوهاتنا بالمهارات النسائيه اللي فيه لعب وابراز مهاره بالكعب العالي مش عاديه، وده مش عشان انا في صف البنات طبعا، لا، عشان مش اي حد ممكن يعرف يلعب كوره بكعب عالي. Why you talk about scripture? Can't do life just by speaking about kingdom. Well, how you gonna know what kingdom is like if all you're trying to do is achieve it by might? Look at you speaking in a positive light. Positive thinking is good, but still won't win the fight. You can be positive about cancer. Positivity will take away disaster. I'm saying God is better than. Who cares what they see? Who cares what they know? Believe.
personally. I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. Screaming, chin chin like speaking Chinese. Now waiting me this. Back a boom boom. Now waiting I see. Zaga, but she know one me. She talks so she know one me. I know go lie. The things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, make a good day tonight. Cause I'm in the mood. As long as you're feeling the good, I deal with you. Personally, personally. Personally. انتوا بقى تقدروا تلبسوا كعب وتعملوا كده؟ استحالة. اللي هتشوفوه معايا دلوقتي هيثبت لكم ان الاعاقة بتكون في الفكر بس، عمرها ما بتكون في الجسم. الناس دي اتحدوا نفسهم قبل ما يتحدوا مجتمعاتهم، وحطوا هدف واشتغلوا عليه. مش بس كده، دول حققوا بطولات. خلونا نشوف الفيديو. And because it's a four, that means it's an amputee category. And those are the runners and riders for the 100 metres, the T42 final, gold, silver and bronze on offer. Smits of the Netherlands in lane one. Lopez of France in two. Zielinska of Poland in three. One of the favourites will be Caironi of Italy in lane four. Schmidt of Germany in five, Cartwright Australia in six, Lowe of Germany in seven, Sullivan of the States in eight, and Eric Cello of Australia in nine. Lopez has a season best of 1906, Schmidt 1749. This is Zielinska of Poland, 1716, her season best. Fastest runner in the race this season is Martina Caironi of Italy, 1589. Kelly Cartwright of Australia. Natalia keeps pointing at people and saying, if you've met them, who have you met in this race? I met Kelly Cartwright and Martina Caironi. A test event, really? No, Martina was at the European Championships in Stadskanaal in June, I think it was, this year. And Caironi's my tip to win this one. The Italian in lane four. She's got a time of 15.89. And that.
طبعا مهارات العالمي رونالدينيو لا تعد ولا تحصى، ودايما كان بيبهرنا بشكل لعبه اللي بيتغير ما بين مباراه والتانيه. عشان كده جبت لكم اجمل 30 مهاره لساحر كره القدم العالمي رونالدينيو. هنشوف دلوقتي فيديو فيه إبداع من بنت عندها 15 سنة في الإسكيتنج، قدرت تمشي مع الإيقاع الموسيقى بالظبط. الغريب بالنسبة لي بقى ما كانش بس إن البنت صغيرة في السن، لا، الفيديو ده عامل 5 مليون مشاهدة وانتشر بشكل كبير جدا. تعالوا نشوف الفيديو. So here we go, the last in the ladies free here in the first ever team event in the Olympic Winter Games. Team Russia are pretty much unbeatable. They've got 57 points in the bag, and this young lady was a sensation in the short program. She said after her magnificent short program that she actually feeds off the pressure. Well, there's not an awful lot of pressure here, but only the pressure that she'll put on herself. This is 15-year-old Yulia Lipnitskaya for Russia, skating to Schindler's List, and this is a masterpiece. Triple toe.
triple toe, double toe combination. And straight into the transition as well. Just a ridiculous start for a 15-year-old. هو نفس انها كنت بعمل زيها بس مش قوي كده يعني. المهم خلونا نروح لفاصل ونرجع ونكمل. رجعنا ولسه مكملين في A1 ومع فيديوهاتنا. الفيديو ده بقى انا لما شفته اتخضيت، تحس كده ان في انواع من الالعاب مش اي حد ممكن يفكر اصلا انه يلعبها، مش عشان بتكون محتاجه قوه تحمل، لا دي محتاجه قلب ميت يا جماعه. يعني ايه اطلع فوق عماره ونط؟ تعال نشوف الفيديو. I just came. On this beat, had to go and get it in. Knock on your door, baby, come and let me in. I'm here to ride it out, so baby, settle in. I'll be your remedy, call me your medicine. That's right, your doctor, yeah, have a little sip of this vodka. Let's get to the physical part of this examination, call me your proctor. So finish your time, she finished whenever you need. Turning you out while you're turning me on. Better than ever, you better believe, yes. Tryna go for broke, too much love, call an overdose. Jay Holiday put you to bed, then I'm gonna leave you comatose. Yeah, take a walk with me, lean with it and rock with me. Watch, you give me the rhythm, bitch, I don't need no beat. But I'ma go fucking crazy, go ahead, let me off the leash. I'ma rip the sheets, I'ma make you scream. So hop on top, it's kinda stripping me. I'ma hit it from the bed like a Tiffany. In my symphony, with no sympathy, you ain't here for me. You just wanna be a part of it when these fucking dudes make history. Like, the sun goes down, stars come out, and your light comes, it's here I am. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you, I'm glad you, I'm glad you came. I'm glad you came. I'm glad you, I'm glad you, I'm glad you came. I'm glad you came. When I feel you shake, chills running down your spine. See baby on this eve, I'm here to blow. انا قلت لكم قبل كده في الحلقه اللي فاتت ما حدش يحاول يقلدهم، انتوا حرين. هنشوف دلوقتي مشهد مؤثر جدا اللي هنشوف فيه دخول مروان الشرباجي المصنف السادس على العالم في الاسكواش في نوبه من البكاء بعد فوزه على اخوه الكبير واللي متصنف الاول عالميا محمد الشرباجي، وده كان ضمن منافسات الربع نهائي ببطوله ويندي ساتي المقامه في الولايات المتحده الامريكيه. تعالوا نشوف الفيديو. Older brother Mohammed. He's done it. He's done it. Marwan's Max taken down Marwan. His brother. He's finally beaten him. 3-2. Three games to two. I think he's going to be very emotional because it's the first time he's ever beaten him. It's lovely to see. First time he's ever beaten him on the PSA World Tour. It's nice to see. Some really terrific squash. It's really good to see. He's going to be very emotional.
مفيش أي عائق ممكن يقابلك لو بتحب حاجة وعايز تعملها، سواء الشغل أو هدف أو هواية زي اللي هنشوفه دلوقتي. أنا الأول مرة في مصر يكون في كرة قدم للمكفوفين في الحقيقة. أنا بعد ما شفت الحاجات دي بتهون عليا أي تعب بعمله في حياتي. الناس دي بتتعب أضعاف عشان يثبتوا نفسهم ويحققوا هدفهم. تعال نشوف الفيديو. في الفيديو ده هنشوف اغرب نطه في حمام السباحه، مش واحد وبيتشقلب ولا اتنين مع بعض، لا ده طابور ما شاء الله. تعالوا نشوف الفيديو. هاخدكم تشوفوا معايا دلوقتي اجمل واهم لحظات حارس المرمى العالمي دوناروما لاعب الدوري الايطالي ميلان ومنتخب ايطاليا. هنشوف تصدير لاصعب الاهداف اللي مش كتير يعرفوا عن دوناروما، انه من 2015 جات له اول دعوه انه يروح المنتخب الايطالي تحت سن 21 سنه. ده كان قبل مباراتين ضد صربيا وليتوانيا، ودي كانت اول مره يشارك في صفوف منتخب تحت سن 21 سنه. ومن هنا بقى اصغر لاعب على الاطلاق بيمثل المنتخب بعمر 17 سنة. تعالوا نشوف الفيديو. My love is strong as a lion, soft as the cotton you lie. Times we got hot like a knife, you and I. Our hearts had never been broken, we were so innocent darling. We used to talk till the morning, you and I.
دلوقتي خلونا نشوف من قناة فيديوز بيزا مهارات ناس بتطير وبتلعب بولينج وبيهدفوا من بعيد قوي وبينططوا الكورة بس مش على رجليهم على مضرب الجولف ومهريين جدا في لعب البلياردو. الفيديو ده من الآخر. نروح لفاصل ونرجع ومكملة معاكم على الهاشتاج أراءكم على تويتر بي وان. وعودة من جديد لإي وان ونكمل فقرتنا. المهارات ما وقفتش عند رياضة بس، اللي هنشوفه دلوقتي ده فوق الوصف بشويتين ثلاثة، مهارات أب وابنه بيعملوا أكتر الفيديوهات اللي انتشرت على السوشيال ميديا في الخدع البصرية. تعالوا نشوف الفيديو. بيبي سليب بيبي تشالنج أوبلا جيراف متر جيراف متر بيبي فود بيبي فود دوميل baby cup baby transport hey. A new baby pot Yeah. Magic Park. Baby toys. Dragon Ball. Hey! 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 Baby pop!
دلوقتي هنشوف فيديو فيه أكتر المواقف مضحكة في تاريخ كرة القدم اللي ما سابش حد في حاله تقريبا، في معظم اللعيبة في مواقف غريبة وكمان الملاعب والمشجعين. تعال نشوف. بنشوف تسلق الجبال عادي يعني نروح سفاري ولا حاجة، إنما جليد دي اللي كانت جديدة عليا من نهائيات كأس العالم لتسلق الجليد. جبت لكم الفيديو ده. Fourth, third place in fourth, which means Marion Nadia Galyamova takes the bronze medal. The bronze here. And Ekaterina Kosheva will take fourth position. And look at that, as if by magic, the men's final is ready to begin. This will be for the bronze medal. Leonid Malik will climb on the right hand side first, bib number 54. Radomir Proshenko will climb on the left hand side in bib number 65. Proshenko gets off to a fast start ahead of Leonid Malik, but Leonid Malik accelerates through that middle section. Proshenko taking the lead again. Big finish for Proshenko, and he launches himself over that gap at the end to take the first win over Leonid Malik. Very fast finish there from Proshenko, where a lot of athletes have slowed down at that position. He managed to speed up. Leonid Malik, 22 years old. Radomir Proshenko, only 20. Second run. And this is the second run. Radomir Proshenko this time on the right hand side in bib number 65. He's incredibly fast. Left. Oh, and Proshenko falls. Leonid Malik has his chance to take that bronze medal. And look at the speed on him. He falls as well. Oh, that's a close one. Very close indeed.
right down to the wire. We'll have to wait and see who it is that takes the bronze medal. Both athletes looking back to see the timer. Both athletes shaking hands. See if we can find out who it is that takes. So here we can see the gold medal. So this is the gold and silver run. Vladimir Kartashev on the right, Pavel Batashev on the left. Vladimir Kartashev got off to the fastest start. But Batashev, all with a slip, still manages to keep it going. Look at those long reaches from Batashev. Whoa, that was close. Kartashev takes the win first. But it's really tight. And we can confirm that third place will go to Leonid Malik. Leonid Malik with a total time of 16.04. Vladimir Prashenko with a total time of 16.13, separated by just 0.09 of a second. Incredibly tight margins. And now, with similar margins, Vladimir Kartashev and Pavel Batashev. They were separated by 0.06 of a second. Pavel Batashev this time on the right-hand side of the route. Vladimir Kartashev stumbles, and that's going to cost him. Batashev's going to capitalise on it. This is for the World Championships. Batashev, I owe him a hat. Takes the win, and listen to that scream. Pavel Batashev, world champion. Amazing, he's yelling. هي الفكرة هنا في السرعة اللي اتنين طلعوا بيها. نكمل. العالمية سيرينا ويليامز لاعبة التنس مش بس عالمية في التنس، لا دي كمان بترقص وبطريقة خرافة، ودايما بتنزل فيديوهاتها على انستجرام وعلى كل السوشيال ميديا او على كل مواقع التواصل الاجتماعي. تعالوا نشوف الفيديو. بصراحة أنا كمان من محبي سيرينا ويليامز، بس لو خيروك ما بين سيرينا ويليامز ولا ماريا شرابوفا هتختار مين؟ بس الحكم مش بالشكل، الحكم بالملعب. هنختم فيديوهاتنا من قناة زبات كولكتيف، واللي عرضت فيديو هنشوف فيه قدرة التحكم في الحيوانات وتشغيل دماغ. بصراحة طول ما أنا بتفرج عمال أقول إيه ده، مش معقول. تعال نشوف. There we Das sind die lockeren. Die haben sie schon alle aus. Guck mal. Thank you.
وصلنا لاخر فقره في البرنامج وهي التويتات وارائكم من على تويتر بالهاشتاج ايوان. وتعالوا نشوف مين معانا اول تويته. اول تويته معانا محمد مصطفى بيقول هتعرفي تخلينا نندهش زي كل حلقه ماي بلس شوف هفاجئكوا. حلوه بلس شوف هفاجئكوا دي محمد عجبتني. نشوف التويته اللي بعد كده. ضياء بيقول البرنامج جميل جدا وفكرته الصراحه مختلفه مش تقليديه اكتر برنامج بيسليني لما بتفرج عليه. ضياء مبسوطه ان دايما الفقرات عجباكوا ودايما في تجدد. ويعني مش قادره اقول لكم ان احنا بنتعب قد ايه في البحث عن الفيديوهات دي. التويته اللي بعد كده محمد مصطفى بيقول هي حلقات البرنامج الجديده هتبدا امتى؟ مصطفى عايز اقول لك حاجه او محمد مصطفى عايز اقول لك حاجه. احنا ما عندناش حلقات بتتعاد غير لما اكون بصور بره او عندنا حلقه بتتعاد بس واحده في خلال الاسبوع. يعني خمس حلقات خلال الاسبوع وحلقه واحده بس معاده اللي هي الحلقه السادسه. نشوف اللي بعد كده. نافع بيقول البرنامج بقى بالنسبه لي اسلوب حياه بجد بقى جزء من عادتي اليوميه. ويل دان ماي. ثانك يو نافع ومبسوطه بالتويته دي. احمد عادل بيقول من افضل برامج رياضه شابو لتيم النهار رياضه وشابو ليك يا مايوش على ادائك. ثانك يو يا احمد يا عادل ويا رب دايما عجبكم الفقرات. احمد شريف كل يوم الحلقات بتبقى احسن من الاول. برافو فريق الاعداد وبرافو يا افضل مذيعه. مش قوي كده يا احمد يا شريف. احمد كان اخر تويته معايا ومبسوطه ان الفقرات عجبك والبرنامج عجبكم. خلصت حلقتنا النهارده واوعدكم ان بكره هيكون في تويتات اكتر وبتابع من اول تويته لاخر تويته في البرنامج. كنت معاكم مي حلمي وانتظرونا بكرة في جولة جديدة على السوشيال ميديا في A1.